اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ اهلا، بارك الله فيك. شي برد؟ بارك الله فيك الخير. بعرف كيف الله كيف راه وقيتو هادي. يا ولا لا، اللي جا فوقته ما كيتلم لا عندنا غير الاستواء. الله يرحمنا، تعالنا على قد حنا في الليل الحمد لله. حنا طاحت عندنا، الله يعطينا على قد النفع. امين امين يا رب العالمين امين. كنت علي لطيفه باش غتفيدينا هاد الصباح. ايوا لا لا، قلت لي دابا البرد خصنا في طبق اللي في الخدمه. ايوا اكيد. ايوا لا لا، غادي نعطيكم لاله ان شاء الله الكرعين ديال الغلمي بالقمح. هو بالقمح؟ نعم. لا مقادير طويله تفضلي. بسم الله. كاين لاله ثلاثه ديال العمارات ديال الكرعين، يعني حيت العماره هي اربعه، يعني 12 ديال الرجل. نعم ديال الارجل. واللي بغاتي قلتي لي نقسم هذه الكميه، هذاك اذا كان العدد ديال العائله قريب راه يمكن ينقص، يعني جوج عمارات مثلا. المهم انا غادي نعطيك المقادير ديال ثلاثه العمارات، يعني 12 ديال الرجل. نعم. ثلاثه ديال القمح مرطب في الماء والملح. في الماء والملح. نعم. 6 ديال الدروس ديال الثوم. تفضلي. معلقة كبيرة ديال الكمون. معلقة كبيرة ديال الفلفلة مطحونة حمراء، أو الشاونية كيف تديرو نتوما. حنا تنقولو فلفلة حمراء مطحونة. نعم. شوية ديال الملح. الملح. كاس ديال العنبة من الزيت مخلطة، يعني البلدية وزيت المائدة. نص نص. غنحتاجو اخر القزبور والمعدنوس مربط، ماشي مقرب، غير مربط. عندي القزبور والمعدنوس. اربعة البيضات. اربعة البيضات. وانا كنزيد في هذا الطبق هي اختياري، كنزيد واحد جوج عواد ديال القرفة. اللي بغا يديرها اللي ما بغاش، انا شخصيا كنزيدهم جوج عواد ديال القرفة، هادي اختياريين. نعم هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. والماء والماء بطبيعة الحال. بطبيعة الحال الماء باش الكمية الماء اللي غنحتاجو. قلتي لنا 12 ديال الكرعين ديال الغني. ياه. زلافة ديال القمح مرطب في الماء والملح، يعني كنعبرو زلافة قبل ما كرد. ايه قبل ما تزكاع، قلاعة تزكاع. نعم باش تضاعف الحجم ديالها. ياه. عندنا 6 دريسات ديال الثوم، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال الفلفلة حمراء، شوية الملحة، واحد الكاس ديال العنبة ديال الزيت مخلطة بالسروم يونس بلدية، وعندنا أيضا حاجتنا في واحد الربطة ديال القزبور معدنوس ربيطة مربط. عندنا قطع مربط، هي ربطة مربوطة. عندنا أربعة ديال البيضات وجوج عويدات القرفة اختياريين. وبطبيعة الحال واحد المادة زميلة لا تيجيو زوينين في الكرعين، القرفة كتجي زوينة. والماء اللي غنحتاجو للطياب. هي لا بدون الطريقة. تفضل لا ايه ان شاء الله بحول. اذا غادي تصوتي الكرعين، هادشي الا بغيتي تصوبيهم انت في المحل ديالك، غادي تصوتي الكرعين ياك هما الاولين، وحقيهم بالحلفه ديال السلك، او لا كرطيهم بهذاك الموس اللي يكون شويه بوانتو كون بويلو ورقيق، حتى تخلصي كاع داك الحم، داك الحموم الاسود. هي يعني الطريقه المثاليه هي الحلفه ديال السلك، ديك الحرشه كتخرجهم تيحلو. ايوا داكشي اللي قلت في الاول، الحلفه ديال السلك هي افضلهم. افضلهم احسن من الموس. من بعد غادي تزوري هذاك الصباط الثاني، حيت كاين بعض الناس اللي ما كيعرفوش بانه تيحيد. حنا راه مره كنت نقول لي واحد الكلمه تضحك شويه، تنقول لي الفقش. هذاك الصابو، ذاك الصابو ديالهم هي الثاني. الثاني حاجه غادي تحيدي بشويه البوز، حتى تقدر تخلصي من كل قرعه بوحدو. عاد ديك الساعه غادي تغطي الكرعين بالماء الوافي. هي هذاك الضفر كيتحيد وهي سخونه، كيكون سهل. كيكون لا الضفر تيكون في الور. لا ديك ديك الغشه، ديك الغشه ديال الرجل من التحت. كيقول لك كيقول لي الصباط، كيقول لي الفرح. هذاك تيتحيد بطريقه سهله، سهل الا كان القرع سخون. اييه وبالعاد. اييه وبالعاد. اييه هما غادي او لا ديك الساعه اللي ما تيعرفش شحال كيقتلهم ياخذهم مغسولين عند الجزار، موجودين ماضيهم. هذه ديك الساعه غير تغسليهم في الطاس بسهوله. نعم. من بعد غادي توضعيهم في الكوكوت لالا مع التوابل والثوم والزيت والربيع المرطب، وديك الساعه تعلي العافيه على 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 الكوكوت حتى تسيك الماء تيغلي فيها، وتعمر عليهم الماء، ماشي شويه الماء، عمر عليهم الماء يعني تقطع الماء. عاد تشعلي النار ورجعي ديك الساعه غادي تاخذي القمح مرطب، غادي تصفيه، وغادي توضعي في واحد الكموسه ديال الثوم ديال حياتي ياك. ومنين تسدي على ديك الكموسه غادي تخليها شويه مرخوفه على وتاش باقي غادي يتنفخ ياك، غادي باقي غادي يتنفخ. تعلى وتخلي شويه الهواء مع مع يعني غنديروا الحجم ديال القموسه اكبر من ديال ديك الحشوه اللي فيها، اكبر من الزرع. يعني مازال مخوفه مزيان بحال اللي كنديروا الروز تماما، بحال بحال الروز يزيد الحجم ديالو. اييه غادي توضعي هذيك القموسه وسط الكوكوت.
وتغلقيها وتخليها تقريبا مده 20 حتى 30 دقيقه على هذا التوقيت. نعم. كاين جوج ديال من بعد هذا الشيء اللي بقى كاين جوج الحلول، يا اما غادي تحكي الكوكوط وتوضعي فيها البيض صحيح ما تغطيه مزيان، تغطي البيض مزيان جيدا، توضعي فيها البيض صحيح عقد وتعاودي تغطيها الطيب مده ديال 10 دقائق تقريبا. او لا تلقي هذاك البيض بوحدو في كاسرونه وتخليه كل كرعين يتهو بوحدهم، ولكن زعما الطريقه التقليديه كانوا كيديروا البيض في وسط من الليف من الكوكوط من التنظره، يعني هو تيتفرب شي شويه من هذاك المذاق ديالو، واخا مسد تيتفرب من المذاق ديال الكرعين. واللي بغات يسلقوا بوحدو في كاسرونه راه يعني احسن ان توا شعله شعله ممكن تشوفوا ديك البيضات بعنايه باش ما يغلوش ونديروهم يطبعوا، لقاش كيف ما قلتي واخا ديك لا كوكي واخا ديك الصرغه سبحان الله العظيم يولي المذاق ديال البيض عندي وحتى اللون ديالو راه ممكن يتغير فيه يتغير تماما تماما. غادي تزيدي ثاني كي تكي الا انت بغيتي توضعي مثلا البيض مع الكوكوط في الكوكوط ديري مثلا غير 20 دقيقه و10 دقائق مع البيض، اذا انت بغيتي تطيبي غير الكرعين بوحدهم دقه وحده وبيض بوحدو ديري 30 دقيقه قريبا قريبا راه تنقولوا تقريبا. وفي التقديم انا اللي غادي توضعي ذاك القمح حتى شويه ديري شويه ديال الديكور، هذاك القمح غادي توضعيه في ذاك المول اللي كيتباع ديال الفلون المول في الشنب، غادي توضعي القمح فيه وتحطيه هو الاول في الطوفيل، تقلبيه وتحطيه في الطوفيل ياك. نعم. غادي ديري الكرعينات كلهم جانبين واحد على حدا واحد على شكل دائري على ذاك القمح، عاد غادي تسقي الكل بالمرق، يعني غادي تسقى القمح وغادي تسقى سميتو الكرعين، وكان ذوقي بالبيض مسلوق وبالصحة والله. يعني كنحطو القمح في ذاك المول، يعني السيدات تيشوفو الشلة عندهم شي زليفة زوينة شكلها ولا المول ولا هذا لا ولا صلادي صلادي تا هو يقضي الغرض. نحطو القمح في الوسط ديال التبصيل كندورو عليه الكرعين وعاد كنهزو المريقة كنخويوها فوق ذاك الشيء كامل هي كرعين وبيض، عاد ذوقي بالبيض عاد ذوقو بالبيض فوق البيض غنحطو فوق الزرع هذاك القمح ديالو. اييه كل بيضه مثلا قطعي على اربعه وحده مستفين هكا على شكل طولي وحده حده وحده وحده.